عشية نظر المحكمة الاتحادية بقضية إعادة فتح باب الترشيح، مجلس النواب يعلن أسماء المرشحين للمنصب، وتخوف ديمقراطي من استبعاد جديد. الصدر يحث الخطى نحو تدعيم أركان تحالفه الثلاثي، والإطار التنسيقي يطلق مفاوضاته للضفر بعنوان الكتلة الأكثر عدداً. دولة القانون يتوعد الإقليم بالمحاسبة تحت القبة التشريعية لمخالفته قانون الموازنة، وتقارير تكشف المستور عن صفقات النفط بين أربيل وتل أبيب. الزائرون يواصلون مسيرتهم المليونية نحو الإمام الكاظم عليه السلام، والقوات الأمنية تستنفر جميع جهودها، والمرور تقطع جسر الأئمة. السلام عليكم. جولتنا الإخبارية نبدأها من آخر تطورات ملف رئاسة الجمهورية، حيث أعلنت رئاسة البرلمان أسماء القائمة النهائية بأسماء المرشحين لمنصب رئيس الجمهورية. الدائرة الإعلامية للمجلس ذكرت في بيان أن عدد المرشحين النهائي بعد غلق باب إعادة الترشيح للمنصب بلغ 33 مرشحة، مضيفة أنه تم استبعاد 26 مرشحا بسبب مخالفتهم للشروط القانونية. في الأثناء ترنو الأبصار صوب المحكمة الاتحادية العليا التي حددت يوم غد الأربعاء موعدا لحسم دعوى الطعن بإعادة فتح باب الترشيح لمنصب رئيس الجمهورية من قبل رئاسة مجلس النواب. وكان من المقرر أن يصوت مجلس النواب العراقي في جلسة السابع من شباط الجاري على انتخاب أحد مرشحي رئاسة الجمهورية، لكن غياب معظم الكتل السياسية حال دون عقدها. وقرر رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي في الثامن من شهر شباط الجاري إعادة فتح باب الترشيح لمنصب رئيس الجمهورية، وذلك بعد الإخفاق في عقد جلسة المخصصة لهذا الغرض. عضو الاتحاد الوطني الكردستاني أحمد الهركي أكد أن مرشح الحزب لرئاسة الجمهورية برهم صالح يحظى بأريحية لتمريره للمنصب نتيجة عدة مؤشرات. وقال الهركي إن الاتحاد يحترم قرار المحكمة الاتحادية، وما ستتخذه يوم غد من قرار بشأن قانونية إعادة فتح رئاسة البرلمان باب الترشيح لرئاسة الجمهورية، مشيرا إلى أن الظروف السياسية الراهنة منحت الاتحاد وضعا جيدا جدا كون صالح يحظى بالمقبولية الوطنية، مرجحا استبعاد ريبر أحمد بسبب الطعن المقدم بإعادة فتح باب الترشيح للرئاسة. نبقى في الشأن السياسي، حيث اتهم المرشح السابق لرئاسة الجمهورية هوشيار زيباري القضاء في العراق بالانتماء لحزب البعث المقبور، وذلك على خلفية رفض ترشيحه لمنصب رئيس جمهورية من قبل المحكمة الاتحادية العليا. وقال زيباري في مقابلة متلفزة إن هؤلاء القضاة كانوا بعثيين ومتهمين ومشمولين بإجراءات المساءلة والعدالة، مبينا إن القضاة يتواجدون الآن في المحاكم بعد أن غيروا مذاهبهم من سنة إلى شيعة، وأتت بهم قوى ميليشياوية ووضعتهم في المحاكم بحسب تعبيره. من جانبها استنكرت النائب عن دولة القانون عاليا صيف قيام المرشح المستبعد من سباق رئاسة الجمهورية هوشيار زيباري بالإساءة إلى القضاء العراقي. وقالت صيف إن الشعب العراقي لن ينسى الدور السيء لهذا الشخص ووقوفه مع الكويت في تنفيذ القرارات الدولية ضد العراق، مشيرة إلى دوره في ملف عقارات الدولة في الخارج وملف مؤتمر القمة ولجان تأهيل فنادق بغداد والخروقات في الإدارة والمالية حينما
تم استيزاره. هذا وسخير القيادي في الاتحاد الوطني الكردستاني فاق زيدي من تصريحات هوشيار زيباري وتهجمه على القضاء. زيدي وفي حديث للرابعة قال إن المحكمة الاتحادية ستصدر قرارا برفض المرشح الجديد للحزب الديمقراطي الكردستاني. ما يقول العرب الضرب بالميت حرام. زيباري مجرد صدور قرار المحكمة الاتحادية بات جزء من الماضي. يعني بصراحة ما أدري ليش الإعلام يتابع التصريحات وقراءات هكذا شخص. أثبت القضاء أنه لم يكن سوى فاسد عبث بأموال الدولة العراقية، كان يريد أن يترأس أكبر منصب في البلاد، رمزية الدولة، كان يريد أيضا أن يعكس ظلال فساده وفساد حزبه عليها. زيباري تصريحاته ليست مستبعدة، تلك العقلية السياسية التي يؤمن بها والمدرسة التي نشأ بها دائما ما تنظر إلى القضاء على أنه خيانة وعلى أنه ضده في حال لم يكن القرار لصالحه. إن كان الحكم ببقائه لكان القضاء العراقي أطهر وأشرف من القضاء البريطاني بنظري. لن نشغل أنفسنا به صراحة، ليقل ما يقول، كل ديج على مزبلة صياح. نحن كما قلت لك ذاهبون إلى تشكيل حكومة خدمية لجميع العراقيين، وكاتحاد الوطني لدينا أهداف أسمى وأكبر من أن ننشغل بصراع جانبي مع زيباري ومع حزب زيباري في قضية هي أيضا أصلا محسومة. رئاسة الجمهورية هي من حصتنا ولن نتنازل عنها، وغدا بالمناسبة سيكون هناك قرار المحكمة الاتحادية يستبعد مرشحهم الآخر أيضا. يبدو أن حلم رئاسة الجمهورية بات كابوسا على المستبعد من سباق الترشيح هوشيار زيباري الذي بات يلقي التهم هنا وهناك ليعود من جديد إلى مهاجمة القضاء العراقي، واصفا القضاة بالبعثيين وبأنهم غيروا مذاهبهم من سنة إلى شيعة. الاستجواب كان سياسي ويترتب على الاستجواب استقالة الوزير، وهذا ما حصل. من جديد يعود المرشح المستبعد من سباق رئاسة الجمهورية هوشيار زيباري إلى إخراج ما في قلبه من حقد تجاه الدولة العراقية، إذ ينفذ سمومه كلما جاءت قرارات القضاء بما لا يتلائم مع أهوائه وأهواء أسياده. فبعد أن اتهم المحكمة الاتحادية خلال مؤتمر صحفي سابق أن قرارها باستبعاده من الترشيح للرئاسة مسيس ومبيت، ها هو يعود اليوم ليجدد تهجمه على القضاء ويتهمهم بالبعثيين والمشمولين بإجراءات المساءلة والعدالة وأنهم غيروا مذاهبهم من سنة إلى شيعة وجاءت بهم الميليشيات إلى المحاكم. أين سلوك هؤلاء القضاة الذين كانوا بعثيين والذين كانوا متهمين بالمساءلة والعدالة وحاليا موجودين في هذه المحاكم وغيروا مذاهبهم من سنة إلى شيعة؟ طيب. وجابتهم قوة ميليشياوية وخلتهم في هذه المحاكم. هذه اللغة لا تنم إلا عن حقد وكراهية واستخفاف بأعلى سلطة في البلاد. وفي أول ردة فعل نيابية على تجاوزات زيباري شنت النائبة عن ائتلاف دولة القانون علي نصيف هجوما لاذعا على زيباري، مذكرة إياه بمواقفه ودوره السيء ووقوفه مع الكويت في تنفيذ القرارات الدولية ضد العراق، إذ كان محاميا للكويت لأنه لا يشعر بالانتماء للعراق. نصيف أكدت أن الشعب العراقي لن ينسى وقوفه على منبر الأمم المتحدة عندما قال إن الكويت صاحبة حق ولم تأخذه العزة بالإثم على بلده، مشيرة إلى دوره في ملف عقارات الدولة في الخارج وملف مؤتمر القمة ولجان تأهيل فنادق بغداد والخروقات في الإدارية والمالية عندما تم استيزاره. زيباري الذي يلفظ أنفاسه السياسية الأخيرة بعد الإطاحة به من قبل المحكمة الاتحادية، يستغرب الجميع كيف أنه يريد أن يكون رئيسا لجمهورية العراق وهو يقول إنه جندي لدى مسعود بارزاني المتهم الآخر باضطهاد الكرد في الإقليم. زيباري
الذي باتت هوايته مؤخرا هي إطلاق التهم هنا وهناك، تناسى ما عليه من ملفات فساد لينطبق عليه القول: إذا كان بيتك من زجاج فلا ترمي الناس بحجر. أولى ملفات جولتنا الإخبارية نناقشها مع ضيفنا عبر سكايب عضو الحزب الديمقراطي الكردستاني سيد وفاء محمد. بداية أرحب بك سيد وفاء. أهلا وسهلا، تحية طيبة ومرحبا لكم جميع مشاهدين قناتكم الكريمة. حياك الله سيد وفاء. أبدأ بما أثير الجدل حوله وهو القضاء مسيس، القضاة بعثيون متغيرو المذهب، جاءت بهم الميليشيات. هذه الاتهامات التي تطال أعلى سلطة في العراق، كيف ينظر إليها الديمقراطي الكردستاني؟ وهل هي متفرد بها السيد هوشيار زيباري فقط أم هي نابعة من الديمقراطي الكردستاني ككل؟ بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا حضرتك تعلمين ان السيد هوشيار زيباري كان وزير الخارجيه لمده 11 عام من 2003 لحد 2014، ومن ضمنها ايضا استلم الحقيبه لوزاره الماليه. نعم. وانت تعرفين ان وزاره الخارجيه كانت هي وزاره قويه جدا، لان العراق كان قد خارج الدبلوماسيه العربيه والسياسيه اثناء حرب الخليج واثناء الدكتاتوريه. وفي ذلك الوقت هناك كانت شعبة قانونية في وزارة الخارجية هي التي كانت تمهد الطريق للسفراء لكي يتنح لهم أن يكونوا سفراء في البلاد. وقرب السيد هوشيار زيباري من القضاة في ذلك الوقت هو الذي استطاع أن يحصل على بعض المعلومات، وهو لديه معلومات كافية عن خلفية هؤلاء القضاة. وما قاله السيد هوشيار زيباري كونه كان في يعني قيادي بارز في الدولة العراقية باستلام حقيبة الوزارة الخارجية، يعني الديمقراطي يعني الكردستاني يؤيد ما قاله هوشيار زيباري؟ لا خليني أكمل. لا خليني أكمل. طيب. أرجوك خليني أكمل كلامي. تفضل. لأن الحزب الديمقراطي الكردستاني لدينا بيان. نعم. أن أي تصريح أو أي إعلان رسمي من الحزب الديمقراطي الكردستاني يكون عن الناطق الرسمي للحزب الديمقراطي الكردستاني وبصفة علنية يقول أن هذا قرار الحزب الديمقراطي الكردستاني. أما السيد هوشيار زيباري وهو قيادي في الحزب الديمقراطي الكردستاني صرح ما كان يعلمه في أثناء استلامه لحقائب الوزائر وهو كان في العراق، يعني هذه معلومات خاصة به هو شخصيا، هو شخصي. إنما إن كان هناك تأييد أو رفض من الحزب الديمقراطي الكردستاني لحد الآن لم يعلن، وهذه تصريحات لوزير خارجية أسبق استطاع هذا الوزير أن يرجع العراق وأن يخرج العراق من البند السابع للعقوبات الأمم المتحدة. وكما قال عمر موسى هوشيار زيباري هو الذي أرجع العراق للسياسة الدبلوماسية للحضن العربي. نعم. طيب، عودة العراق للسياسة الدبلوماسية، ولكن كيف لا يملك الدبلوماسية بتقبل هكذا استبعاد له من قبل المحكمة الاتحادية، وبالتالي يعني إلقاء التهم جزافة هكذا على القضاء المستقل، فيعني كيف تفسر هذا الأمر؟ عندما يمرر مرشح لمنصب رئاسة الجمهورية، هل هذا الغضب سيد وفاء إن سمحت لي، يعني هل هذا الغضب بسبب الاستبعاد من الممكن جعله يتحدث بهذه الطريقة؟ لا، الغضب ليس من هذا. نعم. الغضب من قرار المحكمة لعدم صلاحية الإقليم لتصدير النفط. هو لم يصرح هذا القرار عندما استقيل، لأن كان شيء شخصي له وقال أنا أكتفي وأعرف أنني مظلوم، لأن هو خرج يعني النزاهة أيدته، المساءلة والعدالة أيدته، جميع الجهات القضائية أيدت هوشيار زيباري، لهذا رشح من مجلس النواب. نعم. ولكنه لم يغضب، ولكن القرار الثاني الذي هو قرار قطع الأرزاق وعدم صلاحية الإقليم بتصدير النفط بدون الاستناد إلى بعض المواد الدستورية هو الذي جعل السيد هوشيار زيباري يتكلم بهذه ويخرج عن بعض المعلومات الذي أنا متأكد كشخصي هي معلوماتي صحيحة. نعم. طيب، لكن وقتها صرح بأن القضاء قراره مسيس ومبيت وليس له أي صحة، وقتها هكذا صرح. إذن نعم وقتها. نعم. صحيح
يعني كان هناك أيضا رد من خلال مؤتمر صحفي عقده في الساعة الثالثة تقريبا بأنه قرار القضاء مسيس ومبيت. إذا قبلها كان هناك أيضا غضب حول قرارات المحكمة الاتحادية. لكن بالنسبة لقرار أو قانون النفط والغاز بالتأكيد سيتم التطرق إليه فيما بعد، لكن الآن أتساءل لكي نبقى في إطار الملف الذي أود الحديث معه عنك، أنه جلسة الغد بإذنه تعالى يعني آمال البارتي معلقة عليها، يعني ربما لمن سترجع هذه الكفة في هذه المرة؟ ما هي السيناريوهات المتوقعة، الخطوات المدروسة من قبل البارتي سواء كانت إذا ردت الدعوة أم لم ترد في بصراحة بصراحة, نعم. بصراحة يا أختي الفاضلة، وبعيد عن الدبلوماسية، يعني نقولها بصراحة، نحن نتوقع أي قرار تتخذ من هذه المحكمة الاتحادية ضد المكون الكردي وخاصة ضد الحزب الديمقراطي الكردستاني، ولهذا لن نتفاجأ أيضا بقبول الطعن على فتح باب الترشيح، ولكن أيضا سيكون لدينا مواجهة أخرى، ولأن هناك أيضا أشخاص أكراد في أساميهم في الترشيح، وسنقبل بأحد هذه الأسامي وسنضطر، ولكننا في ذلك الوقت أيضا سوف نرفض اسم الدكتور برهم صالح، لأن هناك أشخاص أكراد آخرين قادرين على تولية منصب رئاسة الجمهورية. ولكن نحن كما قلت لك نتوقع كل شيء وكل قرار ظالم من هذه المحكمة. يعني سيد وفاء، حتى حضرتك الآن تذكر أن قرار المحكمة الاتحادية بهذه الكلمة ربما يمكن أن أجزمها بأنه قرار مسيس، إذا كان هكذا حسب ما تقول أن قرار القضاء ضد الديمقراطي ولن تتفاجأوا بهذا القرار، إذن هل تقول وتصرح بأن القضاء أو المحكمة الاتحادية غدا بإذنه تعالى ستكون ضدكم أيضا لكون قراراتها مسيسة، أي أنتم الديمقراطية الآن تعترفون بذلك؟ أختي الفاضلة، أو تؤيدون حتى الاتهامات التي يوجهها زيباري؟ لا أختي الفاضلة، أختي الفاضلة، طبعا هناك رد لقرارات المحكمة من رئيس حكومة إقليم كردستان، رد رسمي، وأيضا هناك رد رسمي من رئيس إقليم كردستان، يعني هذه الردود الرسمية العلنية التي قالتها حكومة إقليم كردستان بالتلفاز بردود رسمية. ولكن نحن نتمنى غدا أن تكون المحكمة على الأقل في هذه المرة يعني تكون منصفة وترفض الطعن الموجه لفتح باب الترشيح. نحن نتمنى ذلك، ولكن أقول لك نحن نتوقع أي شيء من هذه المحكمة. نعم نحن نعتبر بأن هذه القرارات وكما قلناها وبالعلن هي قرارات مسيسة وظالمة ضد شعب إقليم كردستان. يعني أنتم تؤكدون هذا الأمر بلسانكم. إذن سيد وفاء، يعني قبل قليل ذكرت لي أن غضب السيد هوشيار زيباري هو بسبب قرار المحكمة الاتحادية بشأن قانون النفط والغاز، لكن نعم. هذا الأمر كان على بنية على أمر هام جدا وهو تصدير النفط إلى تل أبيب. أختي الفاضلة، وهذه القضية طبعا رفعت دعوى ضد وزارة الثروات الطبيعية منذ 2014، أي أنه لا يحق للإقليم تصدير النفط لإسرائيل، والآن بانت هذه الأمور مجددا إلى العلن. نعم أختي الفاضلة، كان الشكوى هي في 2012، كان من وزير النفط السابق، كانت هناك دعوى في 2012، ونحن كنا نتمنى الدعوة في 2014، 2012 كان حين رست ناقلة نفط على ميناء مدينة عسقلان. هو كانت هي ثلاث دعاوى يا أختي، ولكن أول الشكاوي كانت في 2012. أنا أجيش من البداية. نحن لأننا لا نمتد قانون النفط والغاز ونعتمد على الدستور العراقي وقرار المحكمة التي جاءت بعدم صلاحية إقليم كردستان وإلغاء قانون إقليم كردستان في 2007 لصلاحية إقليم كردستان بتصدير النفط. هذا القرار جاء اعتمادا على بعض المواد الدستورية، المادة 110، المادة 111، المادة 117، المادة 121، المادة 115، المادة 100، ولكن لم يستند إلى مادة 112. بلد دقيقة خل أتكلم معك باختصار لو سمحت. باختصار كان الاتفاق
في موازنة مجلس النواب أن يعطي الإقليم 250 ألف برميل يوميا مقابل ميزانية 12.67، هذا من مجلس النواب، ولكن تم استقطاع المال 250 ألف برميل شهريا 10%، أي الإقليم يستلم 2% لحد الآن، أي بأن الإقليم التزم بمواعيده، ولهذا نحن نعتبر هذا القرار مسيس. رغم أن الإقليم وارداته من النفط المصدر إلى إسرائيل هي 45%. عضو الحزب الديمقراطي الكردستاني سيد وفاء محمد، شكرا جزيلا لانضمامك إلينا. وفي الشان السياسي أيضا، حيث اجتمع رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي مع رئيس التيار الصدري السيد مقتدى الصدر في بغداد. مصدر سياسي مطلع قال إن السيد الصدر عقد اجتماعا مع الهيئة السياسية للتيار فور وصوله للعاصمة تمهيدا للاجتماع الثلاثي المرتقب مع الحزب الديمقراطي الكردستاني وتحالف السيادة خلال الأسبوع الحالي. ويأتي هذا الاجتماع مع ترقب إعلان المحكمة الاتحادية العليا قرارها الحاسم بشأن الدعوى المرفوعة ضد دستورية تمديد الترشيح لمنصب رئاسة الجمهورية من قبل البرلمان. من جانبه، ناقش الإطار التنسيقي في اجتماعه الأخير المتزامن مع وصول الصدر إلى بغداد عددا من القضايا المتعلقة بآخر المستجدات على الساحة السياسية، ودعا الإطار لإعادة النظر في سعر صرف الدولار بما يحقق رفاه المواطن، فيما رفض استخدام مجلس النواب للتحكم بالسلطتين التشريعية والتنفيذية لأغراض سياسية خارج السياقات الدستورية المعمول بها، مؤكدا أنه يتابع بقلق شديد ما يتناقل من أخبار التهديدات التي يتعرض لها بعض السياسيين، مطالبا الجهات المختصة بالتحقق من صحة هذه الأنباء واتخاذ الإجراءات القانونية بحق من يثبت قيامه بها. كشف النائب عن الإطار التنسيقي عارف الحمامي وجود حراك سياسي يقوده قادة الإطار لتشكيل الكتلة الأكثر عددا، وقال الحمامي إن قادة الإطار يجرون حراكا سياسيا مع قوى سياسية من السنة والكرد والمستقلين لتشكيل الكتلة الأكبر، مشيرا إلى أن قرار المحكمة الاتحادية الذي ستنظر به يوم غد سيلزم هيئة رئاسة البرلمان تحديد موعد انتخاب رئيس الجمهورية، الأمر الذي سيؤدي إلى بيان ملامح الكتلة النيابية الأكثر عددا. من جهته، أكد النائب عن ائتلاف دولة القانون محمد الصيهود عدم إمكانية التحالف بين القوى السنية والكردية والتيار الصدري تمرير أي مرشح لرئاسة الجمهورية، وقال الصيهود إن الجميع بحاجة لحوارات جدية للخروج من الانسداد السياسي، والإطار الشيعي والكتلة الصدرية هما مفتاح حل الأزمة السياسية، مبينا أن التحالف الثلاثي لا يمتلك المقاعد التي تؤهله لعقد الجلسة الثانية، مشيرا إلى أن الأغلبية الحالية ائتلافية توافقية وليست وطنية، والتحالف الثلاثي لا يمكنه تشكيل الحكومة منفردا. ما زال الجمود متسيدا العلاقة بين الإطار التنسيقي والتيار الصدري، حوارات غير مباشرة لم تستطع أن تفكك شفرة الأزمة، واشتراطات زادت المشهد تعقيدا، والحلول ما زالت بعيدة المنال عن أقطاب الخلاف. أزمة الخلاف العالقة على مشهد التوافق بين الإطار التنسيقي والكتلة الصدرية هي في محل مخرجات الزيارات وطاولة الحوار التي احتضنت أكثر من جلسة، ولكن هنالك ثغرات سياسية جامدة تحتاج الكثير من خطوات التفاهم على شكل الحكومة المقبلة. أنا في اعتقادي أنه سوف يكون هناك تقارب، لأنه هناك ضغوطات على بعض الساسة الذين هم متشددين وما زالوا يتفاهمون على بعض الأمور اللوجستية التي من الممكن أن تنهي هذا الانسداد السياسي. الأغلبية والسياق التوافقية المعمول به عند تشكيل الحكومات
هما الجدل الذي تصدر إلى واجهة تقاطع الرؤى السياسية بين الإطار والتيار. أما فكرة الانفراد بالقرار فلا تنسجم مع تطلعات الكتل السياسية الأخرى التي تعمل على تحقيق الشراكة في الحكم والضمانات. حتى وإن أصرت بعض الكتل على أن تكون هي الأغلبية، ولكن هو في واقع الحال سيكون توافقي، لأنه العراق بني على محاصصاتي توافقية مكوناتي، وهؤلاء الكتل التي دخلت في مع أصحاب القرار هم سيكون مشاركين وليسوا مشتركين، لذلك القرار السياسي وإن كان تفرد بيديا لكن سيكون بالتوافق. العراق بني ولا زال على التوافق وعلى الشراكة في جميع المكونات السياسية. المرحلة القادمة ستكون كفيلة في توضيح القواعد التي ستبنى عليها الحكومة المقبلة، فالانفراج السياسي يحقق بجدية الحوارات عند الأطراف المختلفة على أوجه الالتقاء والتقارب، للمضي قدما نحو تفتيت أرضية التخاصمات السياسية بنظر مراقبين. أحمد ليث بغداد، الرابعة. الملف السياسي نتابعه مع ضيفنا عبر سكايب النائب عن دولة القانون السيد محمد الشمبري. بداية أرحب بك سيد محمد. أهلا وسهلا ومرحبا بكم، حياكم الله. حياك الله. إذا الكشف عن حراك سياسي يقوده قادة الإطار التنسيقي لتشكيل الكتلة الأكثر عددا، أتساءل إلى أين وصل هذا الحراك ومن سينضوي فيه من السنة والكرد وحتى المستقلين؟ تحية لكم ولمشاهديكم الكرام. الحقيقة الحراك لائتلاف. نعم سيد محمد. دولة القانون أبي ثوابت. هذا القضية اليوم الإطار التنسيقي، قادة الإطار التنسيقي كلهم يسعون باتجاه لملمة. طيب الأخوان في التيار لغرض تشكيل الكتلة الأكبر التي من خلالها سيتم تشكيل الحكومة. نعم. سيد محمد هل تسمعني؟ نعم أسمعك. نعم طيب أسمعك. إذن تحدثنا يعني عن هذا الحراك السياسي ربما، لكن هناك ملامح لظهور تحالف وهو الثبات الوطني، يعني أتساءل ما هي الرسائل التي يحاول الإطار ترسيخها من خلال هذا التحالف؟ هل ربما بسبب التشكيك بوحدته مؤخرا فظهر لنا هذا التحالف، أم ما الغاية الفعلية من تحالف الثبات الوطني؟ الحقيقة كانت هناك محاولات كثيرة لزعزعة الإطار التنسيقي وتفريقه. اليوم الإطار التنسيقي سيحول العنوان ويدخل تحت قبة البرلمان بمسمى الثبات الوطني. نعم. تعبيرا عن ثباته على مواقفه والتزام جميع تشكيلاته بما اتفق عليه قادة الإطار التنسيقي. نعم. ليكون من إطار تنسيقي إلى ثبات وطني تحت قبة البرلمان إن شاء الله. طيب إذن سيد محمد تحدثنا عن الحراك من قبل الإطار التنسيقي، ولكن لا يخفى أن هناك حراك أيضا موازن من قبل التيار الصدري، يعني وهو التحالف الثلاثي، هناك الكثير من التحركات من قبلهم، لكن هناك مصادر تتحدث عن شروط من قبل التيار أو الصدر تحديدا للإطار من أجل تشكيل الكتلة الأكبر، يعني يقال أن من ضمن هذه الشروط هي التفرد من قبل سيد الصدر بترشيح رئيس الوزراء، وهناك تعهدات من قبل الإطار التنسيقي من أجل تشكيل الكتلة الأكبر، فإن صحت هذه التعهدات ما هي التعهدات التي باح بها الإطار التنسيقي للتيار؟ سيد محمد هل تسمعني؟
طيب، يبدو أننا فقدنا الاتصال بالسيد محمد الشمري النائب عن دولة القانون، نأمل أن نعود إليه في وقت لاحق. على وقع أزمة أسعار الصرف الدولار، حددت رئاسة مجلس النواب موعد استضافة وزير المالية علي عبد الأمير علاوي في البرلمان. وقالت الدائرة الإعلامية للمجلس في بيان إن رئاسة البرلمان حددت يوم الاثنين من الأسبوع المقبل موعدا لعقد جلسة مجلس النواب لغرض التصويت على تشكيل اللجان النيابية. والبيان أضاف إن جدول أعمال الجلسة المقبلة سيتضمن استضافة وزير المالية عملا بقانون مجلس النواب وبناء على طلب النائب برهان المعموري مشفوعا بتأييد 100 نائب. إلى ذلك، حددت رئاسة المجلس الاثنين المقبل أيضا موعدا لعقد جلسة يتم خلالها اختيار أعضاء اللجان النيابية. ودعت هيئة الرئاسة خلال اجتماع عقدته مع قادة رؤساء الكتل للإسراع بتقديم أسماء لمرشحين لعضوية اللجان بهدف حسمها خلال الجلسة المحددة والانتقال نحو تهيئة التشريعات المرحلة من الدورة النيابية السابقة. خاب أو جلسة انتخاب رئيس الجمهورية. في الملف الاقتصادي، قفزت أسعار النفط أكثر من 3% بفعل مخاوف من تعطل الإمدادات مع تصاعد التوترات بين روسيا وأوكرانيا ليقترب من 100 دولار بعد أن أمرت موسكو القوات بدخول منطقتين انفصاليتين في شرق أوكرانيا. وارتفعت العقود الأجلة لخام برنت لتصل إلى أكثر من 99 دولارا للبرميل، وهو أعلى مستوى لها منذ أيلول 2014. وأثارت خطوة موسكو إدانة دولية، وقال مسؤولون أمريكيون أن واشنطن بالتنسيق مع الحلفاء تخطط لإعلان عقوبات جديدة على روسيا. هذا وكشف النائب عن كتلة الصادقون البرلمانية علي جمالي عن تحرك نيابي لمحاسبة جميع الشركات المسؤولة عن تهريب نفط كردستان وبيعه. وقال جمالي إن حكومة إقليم كردستان تقوم بإهدار ثروات الشعب، ورهنت أصول النفط العراقي 50 عاما لتركيا دون الرجوع للحكومة الاتحادية، مؤكدا أن سرقة النفط العراقي تتم بواسطة شركات تركية، لافتا إلى أن تصدير نفط الإقليم يتم بطرق غير شرعية إلى تركيا وبتواطؤ من قبل المسؤولين الكرد. من جانبه، أكد النائب عن ائتلاف دولة القانون محمد راضي أن إقليم كردستان لم يلتزم بفقرات موازنة 2021 فيما يتعلق بتسليم واردات النفط. وقال راضي أن قانون الموازنة يحتم على الإقليم إعادة جميع الأموال التي صدر بها النفط إلى خارج العراق، في حين أن كردستان لم تطبق هذه الفقرة. وأضاف أن الحكومة المقبلة ينبغي أن تستجع الأموال التي بذمة الإقليم في وقت يعتزم فيه البرلمان محاسبة كل من ثبت تقصيره تجاه عدم تطبيق فقرات موازنة العام الماضي. عبر وثائق وبراهين، كشفت المستور عن تورط سلطات إقليم كردستان العراق ببيع أكثر من مليون برميل من النفط الخام لإسرائيل عبر مسار أخطبوطي
لناقلة النفط التي بدأت رحلتها منذ عام 2013 وحتى عام 2014. لم يكن مفاجئا، بل على العكس، كل الدلائل والبراهين تشير إلى تورطئ إقليم كردستان العراق ببيع النفط لإسرائيل. ثمة وثائق تفضح هذه الممارسات منذ عام 2013 وحتى منتصف 2014 عن بيع ما مجموعه أكثر من مليون برميل من النفط الخام عبر أنابيب متصلة بميناء جيهان التركي على البحر المتوسط. ففي حزيران عام 2014 أبحرت ناقلة النفط كالوريتا المحملة بتلك الشحنة من النفط باتجاه ميناء أوغوستا في إيطاليا كوجهة مفترضة، لكنها سرعان ما لبثت أن غيرت وجهتها في البحر عدة مرات. مسار اخطبوطي كما هو واضح لتلك الرحلة التي استغرقت 4 أشهر، استقرت على بعد 60 ميلا قبالة ساحل جلفستون في ولاية تكساس الأمريكية. وبينما كانت في المياه الأقليمية الأمريكية، حاولت حكومة أقليم كردستان نقل ملكية الشحنة إلى مشتر في الولايات المتحدة. في الأثناء تحركت الحكومة العراقية بملاحقة الشحنة لإيقاف أي عملية شراء باعتبارها مجهولة المصدر، فاستصدرت قراراً من محكمة أمريكية بعدم التصرف فيها. وقد دعت المحكمة الأمريكية حكومة الأقليم إلى تقديم ما يثبت الحصانة السيادية، فضلاً عن أمر الأقليم بإعطاء وزارة النفط إشعاراً قبل 10 أيام بأي محاولة أخرى لبيع أو تسليم النفط في المنطقة الجنوبية من تكساس الأمريكية. ورغم ملاحقة السلطات العراقية إلا أن السفينة تمكنت من الإبحار باتجاه ميناء عسقلان في إسرائيل، والشحنة أفرغت بين 23 من شباط إلى 3 آذار عام 2015 كما تبين فيما بعد. لم تتوقف وزارة النفط العراقية عن محاولاتها في تتبع ما تقوم به السلطات في أقليم كردستان، والنتيجة أن المحكمة الأمريكية رفضت أي استئناف لأقليم كردستان. وهنا يطرح تساؤل، كيف يمكن لبلد يحظر التعامل مع إسرائيل أن يتاجر معه؟ فبحسب القانونيين أن هناك محظورات كثيرة تمنع التعامل مع إسرائيل، منها ما هو ديني وقانوني. فالقانون أيضا يجرم التعامل مع إسرائيل، فمن تثبت مخالفته للقانون وفقا للأدلة ينبغي أن تتحرك الجهات الأمنية المختصة لاعتقاله وعرضه على القضاء لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقه. هذا الملف نتابعه مع ضيفنا داخل استوديو أخبار الرابعة الخبير القانوني سيد فيصل ريكان. بداية نرحب بك سيد فيصل. أهلا وسهلا. أهلا بك وشكرا لقبول الدعوة. إذن مجددا، فتح ملف النفط باب أزمة جديدة ما بين بغداد وأربيل، لكن هذا يعني قانون النفط والغاز ملغى لمخالفته النصوص الدستورية وفق المواد 110 111 112 115 و130. بداية أتساءل يعني تفسير هذه المواد الدستورية للرأي العام لكي يتسنى لنا الحديث عنها تباعا. مساء الخير عليك وعلى مشاهدي قناتكم العزيزة. طبعا المادة 111 تحديدا والمادة 112 تحدثت عن ثروة مهمة جدا للعراق وهي موضوع النفط والغاز. المادة 111 تحدثت أن هذه الثروة هي ملك الشعب العراقي ويجب أن توزع بالتساوي على أبناء الشعب العراقي. المادة 112 تحدثت عن تشريع قانون النفط والغاز الذي يؤمن توزيع هذه الثروة على كل المحافظات والأقاليم التابعة للعراق ووفق الكثافة السكانية، يعني حصة للإقليم مثلا وحصة للحكومة المركزية، حصة للمحافظة وحصة للحكومة المركزية وهكذا. يعني يجب أن يأخذ العراق الحصة بالتساوي في كل مناطق. يعني نعم، احنا تحدثنا من زمان عن موضوع قانون النفط والغاز. هذا القانون الحقيقة راح ينظم العلاقة بين المركز وبين الإقليم وبين المركز أيضا والمحافظات، لأنه المحافظات سواء كانت جنوبية أو الوسط أو الشمالية تستحق جزء من هذه الثروة، لكن حصة أخرى للمركز. سنويا تتجدد المشكلة بين الإقليم وبين المركز بموضوع النفط المصدر من قبل الإقليم. هذه الحقيقة من سنوات طويلة كان يفترض أنه تحل، لكن
البرلمان للأسف الشديد السابق طبعا بالدورات السابقة كلها كان يرحل المشكلة وبعد أن تعرض الموازنة عليه يرحل المشكلة إلى السنة القادمة وبالتالي يترك حل مؤقت للمسألة وبالتالي بدأت تتعظم علينا. طيب إذا ربما بعد أن أصبحت الدعوة مفتوحة منذ 2014 وحتى تم حسمها اليوم أو في الأيام القليلة الأخيرة، يعني ما هي السيناريوهات المحتمة على من الناحية القانونية طبعا على الإقليم في ظل تصدير النفط إلى إسرائيل؟ طبعا هو يعني لا يمكن للإقليم ولا يمكن لأي محافظة بالعراق أن تنفرد بموضوع يعني تصدير النفط وأي ثروة أخرى من العراق للخارج. يجب أن ينظم بقانون مع المركز، هذا موضوع منتهي من عنده. لكن المشكلة الأكبر أنه إذا ثبت فعلا أن النفط مصدر إلى إسرائيل فبالتأكيد هذا راح يكون المخالفة مخالفتين. يعني الآن المحكمة الاتحادية أصدرت قرارها وهذا القرار رغم أنه كان متأخرا الحقيقة، لكنه نقول يأتي أفضل من لا يأتي، أن تأتي يعني متأخرا أفضل من لا يأتي أبدا. هذا القانون أو هذا القرار يلزم كل الأطراف، يعني سواء كان المركز أو سواء كان الحكومة المركزية أو سواء كان مجلس النواب يلزم ملزمين بالالتزام به، لأنه وفق المادة 94 قرارات المحكمة الاتحادية غير قابلة للنقض وغير قابلة بالتأكيد، فلذلك يجب أن ننفذ. يعني إذا سيد فيصل هلا وضحت لنا قبل قليل ذكرت أن هذه تعتبر مخالفتان، فإذا يعني مخالفتان فما هي الإجراءات بهذا الصدد كيف قانونيا للإقليم؟ نعم، هو الحقيقة قانون العقوبات العراقي رقم 111 لسنة 1969 المعدل بالمادة 201 والتي عدلت بموجب القانون يعني القانون 130 الفصل الثالث نسميه التعديل الثالث 130 لسنة 75 كان يحكم بالإعدام كل من يعني كل من يتعامل مع إسرائيل وممكن أن يقدم لها دعم معنوي أو أدبي. لكن الحقيقة وهنالك مكتب للمقاطعة في الجامعة العربية، لكن بعد مسائل التطبيع اللي صارت في الأخير هذا المكتب بدأ يتجمد. هذه الحقيقة ما تكفي، لا يعني يفترض أن إذا أريد أن تطبق هذه المادة القانونية يجب أن يكون هنالك تفعيل لها أولا، ثانيا يجب أن يكون هنالك قانون واضح وصريح يمنع بيع النفط بدون الرجوع للمركز. اليوم الإقليم طبعا صرحوا مسؤولين من إقليم كردستان أنه هم ليسوا معنيين بذهاب النفط إلى إسرائيل باعتبار أنه كان يبيعوا إلى شركات والشركات هي من تتولى بطريقة غير مباشرة بطريقة غير مباشرة. لذلك يجب أن يكون هنالك قانون واضح وصارم وصريح يستطيع من خلاله أن تمنع أي خروج للنفط بدون موافقة الحكومة المركزية. إذن الخبير القانوني سيد فيصل ريكان شكرا جزيلا لهذه التفاصيل التي أدليت بها وشكرا لضمامك إلينا. شكرا. قررت محكمة التحقيق الناصرية الخاصة بقضايا المتظاهرين توقيف المقدم عمر نزار على خلفية مجزرة الزيتون في ذي قار الذي سقط على إثرها العشرات من الضحايا والجرحى المحتجين. وقال مراسل الرابعة أن القضاء قرر توقيف المقدم عمر نزار وفق أحكام المادة 406 من قانون العقوبات العراقي المتعلقة بالقتل العمد. هذا وكانت قوة أمنية كبيرة قد دخلت فجر اليوم إلى محافظة ذي قار بصحبتها الضابط عمر نزار لغرض التحقيق معه بقضايا قتل المتظاهرين في ذي قار بمجزرة الزيتون وفقا لمصدر أمني.
وجه قائد عمليات بغداد الفريق الركن أحمد سليم بعدم قطع أي طريق باستثناء خط سير زائري الإمام الكاظم عليه السلام. وأكد سليم خلال ترأسه مؤتمرا أمنيا في مقر القيادة على تكثيف الجهد الاستخباري وتنفيذ العمليات الاستباقية النوعية في مختلف قواطع المسؤولية ومسك الفضاءات والبساتين في محيط العاصمة بغداد، مشددا على حضور القادة والأمرين بجميع مستوياتهم على رأس قطاعاتهم لملاحقة عصابات داعش الإرهابية والجريمة المنظمة والعابثين بالسلم المجتمعي ومعالجة الحالات الطارئة ومكافحة الشائعات. باقتراب موعد يوم 25 من رجب تستمر الجموع المؤمنة بالسير صوب مدينة الكاظمية المقدسة من جميع أنحاء البلاد لإحياء ذكرى استشهاد الإمام موسى بن جعفر الكاظم عليه السلام في ظل الانتشار الكثيف للمواكب الخطبية والقوات الأمنية في العاصمة بغداد. على طول الطرق الممتدة إلى مدينة الكاظمية المقدسة انتشرت المواكب الحسينية وسرادق العزاء لخدمة الزائرين الوافدين لزيارة الإمام موسى الكاظم عليه السلام. أنواع المأكولات والمشروبات قدمها أصحاب المواكب للزائرين إضافة إلى خدمات أخرى تتجدد في كل عام وتزداد بشكل كبير. أعزي صاحب العصر والزمان بهذا المصاب بوفاة واستشهاد موسى بن جعفر عليه السلام. طبعا احنا كل سنة نقدم خدمات، هسه حاليا هي بعدها بدايتها، فبنشوف زوار المحافظات يوصلون بأسرع وقت، طرق مفتوحة لهم وخدمات موجودة بالطريق، فالعدد يزيد ساعة بعد ساعة. خدمة جاية نادية خير من الله. بالنسبة للصبح الريوقات كبيض جبن خبز حار، الغداء لا نسوي مثلا تمن ومرق، العشاء نسوي نواشف، والحمد لله والشكر يعني بالنسبة للقوات الأمنية زين هنا يعني ويانا، يعني من يوم اللي جينا يعني صار لنا اليوم هاي ثالث يوم هنا قاعدين، خير من الله نحمد إن شاء الله. الزائرون القادمون من المحافظات الجنوبية أشادوا بالدور الكبير الذي يقدمه أصحاب المواكب في إحياء ذكرى استشهاد راهب بني هاشم عليه السلام، مؤكدين وجود تعاون وتنسيق مع الجميع لإنجاح الخطط الأمنية والخدمية الخاصة بالزيارة الرجبية. ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب، صدق الله العلي العظيم. أتينا من محافظة واسط لزيارة سيدي ومولاي وتعزية مولانا صاحب العصر والزمان ومراجعنا العظام بذكرى استشهاد سيدي ومولاي موسى بن جعفر، ونسأل الله في هذه المناسبة الأليمة أن يجمع شمل العراقيين ويوحد كلمتهم وأن يرفع عنا الوباء والبلاء والغلاء بحق محمد وآل محمد. الخدمة الحمد لله والشكر، يعني كل شيء ما محتاجين، دواء، أكل، شرب، مي، الأمن، الدولة، الحكومة، كلها بخدمة الشعب. من جاي أمي؟ والله احنا هنا من الزعفرانية، بس مرة مرتي أنا أروح وأجي. أريد الله يعطينا الصحة والعافية ويحفظ أمة محمد إن شاء الله. إن شاء الله الله يكفينا هذا الوباء، شر هذا الوباء، وإن شاء الله يحفظ بلدنا وولاداتنا بجاه هذا مصاب السيد موسى بن جعفر الإمام عليه السلام. ومع تزايد أعداد الزائرين القادمين من كل حدب وصوب لإحياء ذكرى 25 من رجب الأصابة، يتحدث قادة أمنيون عن تطبيق خطة متقدمة لحماية الزائرين. من بغداد حيدر صيف، قناة الرابعة. هذا تذكير بالعناوين. عشية نظر المحكمة الاتحادية بقضية إعادة فتح باب الترشح، مجلس النواب يعلن أسماء المرشحين للمنصب، وتخوف ديمقراطي من استبعاد جديد. الصدر يحث الخطى نحو تدعيم أركان تحالفه الثلاثي، والإطار التنسيقي يطلق مفاوضاته للضفر بعنوان الكتلة الأكثر عدداً.
دولة القانون يتوعد الإقليم بالمحاسبة تحت القبة التشريعية لمخالفته قانون الموازنة، وتقارير تكشف المستور عن صفقات النفط بين أربيل وتل أبيب. الزائرون يواصلون مسيرتهم المليونية نحو الإمام الكاظم عليه السلام، والقوات الأمنية تستنفر جميع جهودها والمرور تقطع جسر الأئمة. إذن مشاهدينا الكرام، للمزيد من الأخبار وإبداء الآراء والملحوظات حول نشراتنا الإخبارية يمكنكم متابعتنا على موقع القناة الرابعة دوت تي في، وبالتأكيد على مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، يوتيوب، انستغرام، تويتر، تيليجرام، سناب شات، وتيك توك. تقبلوا أطيب التحايا.